السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السكشن اللي فات او الفيديو اللي فات ابتدينا نشتغل على الانسيمتريكال فولز، وضحنا الفرق بين السيمتريكال والانسيمتريكال، وضحنا انواعها سنجل لاين تو جراوند، لاين تو لاين، دبل لاين تو جراوند. وضحنا يعني ايه سيمتريكال كومبوننت اللي هي بتحول من انبالانسد 3 فيز فولتج او كارنت لبالانسد كومبوننت عن طريق ان هي بتقسم كل حاجة لثلاثة كومبوننت، البوستيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس والزيرو سيكونس. وضحنا القصة دي وطلعنا الماتريكس النهائية اللي احنا هنحفظها. وبعد كده قلنا ان احنا لما بنيجي نحل مسألة الانسيمتريكال فولتس ايا كان نوع الفولتس، سواء كان سنجل لاين تو جراوند او لاين تو لاين او دبل لاين تو جراوند، في خطوات ثابتة لازم نعملها، وهي ان احنا بنرسم البوستيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس والزيرو سيكونس دايجرام. وضحنا البوستيف سيكونس دايجرام وان هو نفسه هو الامبيدنس دايجرام. وضحنا كده ان الثري فيز شورت سيركت او السيمتريكال شورت سيركت هي جزء من الانسيمتريكال شورت سيركت، اثبتنا الكلام ده. ووضحنا ازاي بنرسم النيجاتيف سيكونس دياجرام اللي هو زي البوزيتيف سيكونس دياجرام بالظبط من غير الفولت سورس. ووضحنا الزيرو سيكونس دياجرام، وده اللي كان فيه شويه جديد وكان محتاج ان احنا نبص على الكونكشن بتاعت كل كومبوننت، اذا كانت ستار ولا ستار جراوندد ولا ستار جراوندد ثرو رياكتنس ولا اذا كانت دلتا وهكذا. فاحنا رسمنا البوزيتيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس والزيرو سيكونس، وكمان طبقنا على المساله دي، المساله دي اللي كانت رقم 4 في الشيت لو تفتكروا، طبقنا المساله ديت وحسبنا، عملنا البوزيتيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس والزيرو سيكونس، و حسبنا كل كل الاكسات، كل الاكسات ماركد ان باليونت زي ما كنا بنعمل قبل كده. ووضحنا ان هو قانون ما بيختلفش، بس الموضوع كبر، الموضوع كبر، بدل ما كان شكل واحد بقى ثلاث اشكال. فعملنا الكلام دوت بالفعل على المساله ديت، وضحنا القوانين وعملنا البريونت فاليوز كلها، اصلا كانت القديمه زي الجديده لو تلاحظ او لو تفتكر، ما عدا الترانسميشن لاين لانه كان جيفن بالاوم، فاحنا كنا عايزين نحول البريونت بس. ورسمنا البوزيتيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس والزيرو سيكونس، كل ده الكلام اللي احنا عملناه. تعالى بقى نشوف الجديد النهارده. النهارده عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحسب بقى الشورت سيركت كالكوليشن نفسها، ونعمل حسابات الشورت سيركت كارنت كالكوليشن بقى نفسها. المساله رقم 5 بيقول لك ايه؟ ان ذا بريفيوس اكزامبل، اللي انت اشتغلت عليه ده، اللي انت جبت له البوزيتيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس والزيرو سيكونس، اسيوم ا بولتد سنجل لاين تو جراوند فولت اوكيرد ات باس 2. طيب نقرا كده بس الجمله دي الاول. اسيوم بولتد سنجل، بولتد كلمه بولتد فاكرين معناها ان الزد اف بزيرو او الاكس اف بزيرو، احنا قلنا الفولت ممكن يحصل ثرو رياكتنس وممكن يحصل سوليدلي على طول، فكلمه بولتد طيب معناها ان الفولت حصل سوليدلي تو جراوند، مفيش امبيدنس، الاكس اف او الزد اف بزيرو. سنجل لاين تو جراوند فولت، فده نوع الفولت. سنجل لاين تو جراوند فولت معناه ان هو ان سيمتريكال او ان بالانسد، مش سيمتريكال، فخلاص السيمتريكال الطريقه بتاعته راحت لوحدها، احنا كان نشتغل في الان سيمتريكال. والان سيمتريكال ده نوعه سنجل لاين تو جراوند فولت، هيتحل ازاي؟ هنشوف. والفولت ده حصل عند الباص رقم 2. قال لك الفي اف بتساوي 1.5% بير يونت. فاكرين الفي اف؟ فاكرين لما كنا بنعمل السيفنن كنا بنقول ايه؟ الاي شورت سيركت بيساوي الفي اف او الفي سيفنن، الفي اف او الفي سيفنن على اكس 7 او زد 7 زائد الاكس اف او زد اف. اكس اف او زد اف هي خلاص بزيرو لانه بولت تايب، تمام كده؟ ده اللي كنا بنعمله، يعني ده اللي كنا بنعمله قبل كده، مش هنعمله دلوقتي بس ده اللي كنا بنعمله. الفي اف اللي في البسطه والفي 7 كنا بناخدها دايما بواحد، وقلنا ان هو دايما هيدانا بواحد، ان هي هتكون بواحد لو لم يذكر عكس ذلك. فهو هنا في المساله ديت قال لك ان الفي اف خده ب 1.5% بير يونت، فخلاص هنشتغله كده، هناخده 1.5% بير يونت خلاص. والاكس 7 زي ما كنا بنحسبها، ده باعتبار يعني القانون اللي فات يعني، اوكي؟ ده اللي كنا بنعمله في الثري فيز. هل هنعمله في الـ في السنجل فيز او في الانسيمتريكال؟ ده اللي هنشوفه. طب هو عايز ايه؟ عايز الفولت كارنت وعايز الكارنت كونتريبيوشن فروم جنريتور اند موتور. طيب تعالى بقى نحل المساله دي، تعالى نحل المساله دي. اتفقنا ان حل المساله بيكون في خطوات ثابته لكل انواع الفولتس، سواء كانت سنجل لاين تو جراوند او لاين تو لاين او دبل لاين تو جراوند اللي هم الانسيمتريكال، وفي خطوات لكل واحد فيهم. تعال نشوف القصه دي. بيقول لك الستبس اوف سوليوشن، او مبدئيا كده قبل ما اشرح الستبس اوف سوليوشن انا بشرح كده الخريطه العامه بتاعت كل الانواع، يعني انا هشرح الموضوع كله دلوقتي ملخصه، اوكي؟ فانت ممكن مع الملخص ده تلاقي نفسك متكعبل سن، ما انتش فاهم قوي الموضوع، لا مش واضح، ده عادي خالص، هيبان اكتر واحنا بنحل المسائل. انا بس بشرح الموضوع كله هيروح فين، يعني هو هيبدا فين ويروح فين كله على بعضه، حتى مهما كان نوع الفولت، اوكي؟ فاديني معلش كده ربع ساعه ولا حاجه واصبر عليا وحاول تفهم على قد ما تقدر اللي احنا بنقوله، ولو فهمته يبقى ممتاز جدا، لو في جزء سقط منك عادي خالص هيتظبط دلوقتي.
طيب لما يكون عندنا مسألة unsymmetrical fault بنحلل ازاي؟ بنعمل الآتي. الخطوة الأولى draw ال positive sequence وال negative sequence وال zero sequence diagram for the given system. واحنا عملنا كده بالفعل، احنا رسمنا ال positive وال negative وال zero sequence. طب ده احنا نعمله في أي نوع من أنواع ال unsymmetrical؟ كلهم. يعني لو النوع كان single line، line to line، double line to ground، كده كده هتعمل القصة دي. اوكي عملناها. تاني حاجة بيقول لك obtain ال z7 z7 أو x7 سميها زي ما تسميها، x7 1 x7 2 x7 0. سيبك من كلمة يساوي دي، x7 1 و2 و0 at fault location. وسيبك كمان من الزد باص، احنا ما عندكوش، مش عليكوا الزد باص، فسيبك من دي برضو. يبقى احنا عايزين نحسب الزد 7 في البوستيف والزد 7 في النيجاتيف والزد 7 في الزيرو. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا باشا، مش انت كنت بتحل السيمتريكال؟ اه. وكنت بتحسب حاجه اسمها زد 7 عند المكان اللي حصل فيه الفولت؟ اه. اعمل كده في حاله برضو الانسيمتريكال فولت. طب هعمل كده ازاي اذا كان عندي ثلاث اشكال؟ يبقى هتجيب الزد 7 الزد 7 في كل شكل فيهم بس. يعني هو هو اللي انت عملته بس بتكرره ثلاث مرات. طب يا هندسه انا مش عارف تطبيقها دي ازاي. ما احنا هنطبقها، ما تقلقش، ما تفكرش في حاجه لسه ما جاتش، انت بس فهم الخطوه. واظن دلوقتي انت فاهم الكونسبت بتاعها، المعنى بتاعها. ما تفكرش في تفاصيل بقى، يعني دماغك ما تروحش للزد 7 0 للزيرو سيكونس ديجرام تقول ده كان شكله غريب قوي، ده احسب له الزد 7 ازاي؟ مالكش دعوه يا عم، خد الكلمه زي ما هي بس، اصبر عليا. انت ايه المطلوب منك؟ عندك ثلاث اشكال، بوزيتيف سيكونس، نيجاتيف سيكونس، زيرو سيكونس. اوكي الفولت حصل عند لوكيشن معين. لو انا جيت لك في البوزيتيف سيكونس ديجرام ده قلت لك احسب لي الزد 7، تعرف؟ اه زي ما عملت قبل كده، خلاص اعمل كده. طيب عايزك تحسب الزد 7 او الاكس 7 في النيجاتيف سيكونس، تعرف؟ اه. طب والزيرو سيكونس هو هو، اصل هو انا عندي شكله وهحسب وخلاص. اوكي فانا عايزك تعمل القصه دي. طب الخطوه دي يا هندسه هعملها في انه نوع من انواع الفولتس؟ كل الانواع، سواء كان بوزيتيف سيكونس، سواء كان سنجل لاين تو جراوند او لاين تو لاين او دبل لاين تو جراوند. اوكي بعد كده بيقول لك درو 7 ايكوفالنت سيركت فور الثلاث اشكال برضو. ثواني، انت فاكر 7 ايكوفالنت سيركت؟ اه، كانت عباره عن الفولت سورس والزد 7 والزد فولت. اوكي واحده واحده بقى، هنعمل الكلام ده للثلاث اشكال بس هنعملهم كالاتي. هنقول ده البوزيتيف سيكونس. البوزيتيف سيكونس بقى هترسم له الزد 7، هترسم له ال 7 ايكوفالنت سيركت عباره عن ايه؟ عباره عن فولت سورس هو نفسه الفي اف او الفي 7، نفس الكلام اللي فات، ومعاه الزد 7 بس رقم واحد. مظبوط. هنا بقى ما تحطش الزد اف، سيبها دلوقتي، سيبها دلوقتي، ما تحطش الزد اف اللي احنا كنا قافلين بيها قبل كده، سيبها دلوقتي، لان احنا عندنا ثلاث اشكال. طب احنا هنحط الزد اف في انه واحد فيهم؟ فاصبر دلوقتي. فانت ده كده اللي هو 7 ايكوفالنت سيركت للبوزيتيف سيكونس دايجرام، عباره عن الفولت سورس اهو اللي هو كنا بناخده واحد بير يونت او جيفن زي المساله اللي احنا هنحلها، والزد 7 1. ماشي. لو انا قلت لك ده الشكل بتاعي وقلت لك انا عندي هنا تيار، هسميه ايه؟ هسميه اي فولت 1. ليه؟ ما هو بوزيتيف سيكونس كارنت برضو. ما طالما انا عندي بوزيتيف سيكونس دايجرام يبقى التيار اللي هيمشي هو البوزيتيف سيكونس كارنت، مش محتاجه فكاك. ايه ديت؟ لان دايما بنعتبر ان الفيزا ايه هي اللي بنشتغل عليها، هي اللي بنشتغل على الفيزا ايه، ده الريفرنس بتاعنا. طيب ولو كتبت هنا ان في هنا فولت هسميه في اي 1، خلاص تمام، يبقى ده البوزيتيف سيكونس بتاعي. طب بالنسبه للنيجاتيف سيكونس 7 ايكوفالنت سيركت هتكون عباره عن الزد 7 بس، اللي هي زد 7 2. طب فين السورس؟ مفيش سورس في الحته دي، هو اصلا الدايره نفسها ما كانش فيها سورس. لو تفتكر دايره النيجاتيف سيكونس دايجرام ما كانش فيها سورس اصلا، يبقى هي زد 7 2 بس. طيب لو ماشي فيها تيار هسميه ايه؟ هسميه اي اف 2 للفيزا ايه، ولو عليها فولت اسميه في اي 2 برضه. ماشي. طب الزيرو سيكونس دايجرام هيبقى عامل ازاي؟ او الزيرو سيكونس 7 ايكوفالنت سيركت هتكون كده، عباره عن زد 7 اللي انت حسبتها زيرو، ولو ماشي هنا تيار سميه اي اف 0، ولو ماشي ولو فينا فولت اسميه في اي 0 بس كده. هندسه وانا هعمل ايه بكل دايره؟ مالكش دعوه دلوقتي يا عم، اصبر عليا واحده واحده. احنا عملنا ايه الاول؟ رسمنا البوزيتيف سيكونس دايجرام والنيجاتيف سيكونس دايجرام والزيرو سيكونس دايجرام بكل الامبيدنس ماركت امبير يونت. حصل. حسبنا الزد 7 عند الحته اللي حصل فيها الفولت في كل شكل، سهله. رسمنا ال 7 ايكوفالنت سيركت لكل نوع بالشكل ده، خلاص. اوكي اللي انت عملته ده كله ثابت في كل نوع من انواع الفولت، اللي انت عملته ده كله ثابت في كل انواع الانسيمتريكال فولتس، سواء كان سنجل لاين تو جراوند او لاين تو لاين او دبل لاين تو جراوند. من اول الخطوه رقم 4 بقى هيبتدي الاختلاف حسب نوع الفولت. فبيقول لك ايه؟ كونكت ذا 3 7 ايكوفالنت سيركت، وصل لي الثلاث دوائر دول اكوردنج تو ذا تايب اوف فولت از فولو. اه يبقى الثلاث دوائر دول، هي كل دايره لوحدها لا تمثل شيء، الثلاث دوائر دول بقى هنوصلهم مع بعض ونجمعهم كدايره سيركت واحده. التجميعه دي
يعني هنوصل الثلاث دوائر دول سيريس ولا بارلل، ولا جزء سيريس وجزء بارلل، ده بقى حسب نوع الفولت. يبقى الخطوات واحد واثنين وثلاثة دي هنطبقهم سواء كان نوع الفولت سنجل لاين تو جراوند او لاين تو لاين او دبل لاين تو جراوند. طيب توصيلة الثلاث اشكال دول مع بعض سيريس بارلل مش عارف ايه، ده ايه؟ ده على حسب نوع الفولت بقى. فانا دلوقتي لسه هقول لك دلوقتي لو كان نوع الفولت سنجل لاين تو جراوند فولت وصل الثلاث دوائر دول بالشكل الفلاني محفوظه، ولو كان نوع الفولت ده لاين تو لاين فولت وصلهم بالشكل الفلاني، ولو كان دبل لاين تو جراوند فولت وصلهم بالشكل الفلاني. بس خلصت المساله تمام كده؟ يبقى احنا كده فهمنا ايه الحاجات المشتركه والحاجات المختلفه بينهم وبين بعضهم وبينه وبين السيمتريكال كمان. ما احنا قلنا قبل كده الفرق بينهم وبين السيمتريكال، السيمتريكال ما كانش فيه غير البوستيف سيكونس بس، كنا ماشيين بالبوستيف سيكونس بس، ما كانش عندنا اكتر من كده. ماشي كده؟ اوكي. طيب تعالى نشوف هنعملهم ازاي. اهو انا قلت لك، بس انا قلت لك ايه، خلي بالك انت الخطوات ديت على قد ما تقدر افهمها وهي مش صعبه والله. اول حاجه قال لك سنجل لاين تو جراوند فولت، طبعا يا جماعه الحاجات دي كلها ليها اثباتات، كل ده له اثباتات بس المفروض ما مش عليكم يعني. وحتى لو عليكم انا كده وصلتك للنقطه اللي انت ايه تعرف تشتغل عليها. طيب لو كان نوع الفولت بقى سنجل لاين تو جراوند فولت هتعمل ايه؟ قال لك دي هنعملها سيريس كونكشن. سيريس كونكشن ازاي؟ قال لك يا عم هات البوزيتيف سيكونس، البوزيتيف سيكونس سيفنن ايكوفالنت سيركت اللي هي كانت عباره عن ايه؟ عن الفولت السورس في اف او في 7 مع زد 7 او اكس 7 صح كانت كده، وكان ماشي فيها تيار اسمه اي اي 1 وكان ماشي فيها فولت مسمينه في اي 1 صح كده؟ ايوه هي دي. خدها سيريس مع ال 7 ايكوفالنت سيركت بتاعت النيجاتيف النيجاتيف سيكونس. اهو النيجاتيف سيكونس كان عباره عن زد 7 بس وكان ماشي في تيار كذا وكان عليه فولت كذا، ما هي دي النيجاتيف سيكونس. ايوه صح. والزيرو سيكونس اهم هي دي فعلا اهي. خد الثلاثه وصلهم سيريس، يبقى احنا وصلنا الثلاثه سيريس. بس هوصلهم الثلاثه سيريس امتى؟ في حاله السنجل لاين تو جراوند فولت. فبالتالي اي سنجل لاين تو جراوند فولت هتوصل الكونكشن دي محفوظه. طيب وصلناهم سيريس هنقفل الدايره بايه؟ قال لك هتقفلها ب 3 زد اف، ب 3 زد اف، 3 زد اف. مين هي الزد اف؟ لو كان الفولت حصل سيرو رياكتنس. طب لو كان الفولت بولت، طيب خلاص ما هي كده كده بزيرو، يبقى دي كانها شورت سيركت، يبقى دي الدايره بتاعتي، يبقى دي الدايره بتاعتي، يبقى الدايره دي محفوظه في حاله السنجل لاين تو جراوند فولت. خد بالك من الكلام ماشي كده؟ يبقى هي خطوات ثابته. ارسم البوستيف سيكونس، نيجاتيف سيكونس، زيرو سيكونس ديجرام، احسب زد 7 ان 1، زد 7 ان 2، زد 7 ان 2، زيرو في كل دايره. تمام كده؟ عايز تعمل الخطوه دي؟ يعني انت عايز تعمل الخطوه دي؟ اعملها. مش عايز تعملها ما تعملهاش، اعملها كده مره واحده. طالما انا عارف ان هو سنجل لاين تو جراوند فولت هروح راسم البوستيف والنيجاتيف والزيرو كلهم سيريس مره واحده، ده هيجي معاك بالتمرين، انا بس شرحتها واحده واحده. وبالتمرين مش هترسم دي اصلا عشان تبقى فاهم يعني. بس ماشي ناخدها واحده واحده. طب رسمنا الدايره دي، ايه بقى بعد كده؟ حل سيركتس يا باشا، سيركتس يا باشا، ولا اكثر ولا اقل يا باشا، ما عندناش حاجه تانية. يعني ايه اعمل حاجه يعني؟ ولا حاجه يعني، دي سيركتس. عايزين نحسب التيار، تعرف تحسب لي التيار؟ ما هو سيريس يا عم. ايوه صح. الاي اي 0 بيساوي الاي اي 2 بيساوي الاي اي 1 ليه؟ ما هو سيريس. ايوه. طب والتيار ده اتحسب ازاي؟ الفولت على مجموع المقاومات مش كيمي هي. يبقى الفولت اللي هو مين؟ في اف، اللي هو غالبا بواحد او هيكون جيفن على مجموع المقاومات. من المقاومات زد 7 ان 1 وزد 7 ان 2 وزد 7 ان 0 و3 زد اف لو موجود او بزيرو بس. وبناء عليه المعادله دي كده كده ثابته، بما ان الشكل ده ثابت فالمعادله دي ثابته. انا بس عايز اوصلك لايه؟ انك انت ممكن تروح تكتب المعادله دي مره واحده طالما ان هو سنجل لاين تو جراوند فولت، عمرها ما تتغير المعادله دي، عمرها ما تتغير. شوف الفي اف عندك بكام، اذا كان بواحد او جيفن، الزد 7 ان 1 احسبها من الشكل بتاعها، الزد 7 ان 2 احسبها من الشكل بتاعها، الزد 7 ان 0 احسبها من الشكل بتاعها، دي جيفن او بزيرو وخلاص خلصنا. بس تبقى عارف بس هي جت منين. اوكي؟ فمثلا لما امتحان كان ام سي كيو مديك هو الاختيارات، ما تقعدش بقى تعمل لي المساله واحده واحده، ما يبقاش بالك طويل، ما يبقاش بالك طويل، انجز انت تكتب ايه. فانت ده بيجي منين؟ بالممارسه. لو انت حفظت الموضوع كويس والدوائر بقت واضحه في ذهنك هتلاقي نفسك بتطبق على طول. ده اللي انا عايزه، بس انا شرحتها معاك سيكونس اهو. ماشي. طيب يا باشا حضرتك حسبت لي اي اي 0 واي اي 1 واي اي 2. ايوه صح. هو ده اللي احنا عايزينه؟ لا، ده كان الكومبوننت الزيرو سيكونس والبوستيف سيكونس و النيجاتيف سيكونس. ايوه صح. طيب احنا عايزين نحسب اي اي واي بي واي سي نفسهم بتوع الفيزات، احسبهم منين؟ يجي بقى دور السيمتريكال كومبوننت اللي انت كنت حافظها، هي دي. فالسيمتريكال كومبوننت احنا عايزينها هنا بقى بعد ما اشتغلنا كل دايره لوحدها. اصل هي كل دايره لوحدها كانت ايه؟ كانت بالانسد. التجميعه دي، التجميعه دي مجرد ريبريزنتيشن، حل رياضي مثبت، حل رياضي مثبت. وصلنا منه في الاخر ان احنا طلعنا البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو.
طب احنا عايزين نجيب الفيزات الاصليه اي اي واي بي واي سي، السيمتريكال كومبوننت كان لها اثبات وخدناه، يبقى اقول اي اي واي بي واي سي في كولوم، افتح الماتريكس بيساوي افتح قوس الماتريكس 1 1 1، فاكرين الصف 1 1 1 العمود سكوير واي اي واي سكوير طبعا متخيلين اللي انا بقوله، وبعدين اي اي 0 اي اي 1 اي اي 2، اروح اجيب مين؟ اروح اجيب الاي اي والاي بي والاي سي بس كده. ده اجيبه منين؟ من الماتريكس، اجيبه من الماتريكس. انا عايزك تروح تطبق الماتريكس دلوقتي، عايزك تروح تطبق الماتريكس دلوقتي. ليه؟ خد بالك الاي اي 0 والاي اي 1 والاي اي 2 متساويين، متساويين. فلما اجي اطبق الماتريكس، لما اجي اطبق يعني المفروض انا طبقت الماتريكس، هلاقي الاي اي بيساوي ايه؟ مش الاي اي ده كان اللي هو اول صف في اول عمود، حتى بيساوي 1 في اي اي 0 زائد 1 في اي اي 1 زائد 1 في اي اي 2 اللي هو مجموع، والثلاثة اصلا زي بعض يعني الثلاثة في اي واحد فيهم، فالاي اي دايما هيطلع كده، مستحيل يطلع غير كده في حاله السنجل لاين تو جراوند فولت. طيب الاي بي روح طبقه كده، معلش روح طبقه، هيطلع لك بصفر. ما تقول 1 في اي 0 زائد اي سكوير في اي 1 زائد اي في اي 2، واي اي 1 واي اي 2 واي اي 0 متساويين، فهتلاقي مجموع الكلام ده اصلا بيساوي صفر الاي بي. طب لما راح احسب الاي سي من الماتريكس من السيمتريكال كومبوننت هيطلع لك برده بصفر. وبعدين انت ليه تروح تحسبه اصلا؟ انت ليه تروح تحسبه اصلا؟ مش انت عارف ان ده سنجل لاين تو جراوند ديفولت؟ ايوه، واحنا بنشتغل على الفيزا ايه هي الديفولت بتاعنا، يبقى الاي ايه هو اللي له قيمه والاي بي والاي سي بصفر. انا بس بوضح لك دي جت منين إيه؟ يعني الكلام ده اصلا بيجي باثباتات ومش عارف. ايوه ما هو يبقى الفولتس كان الاي بي والاي سي بصفر، والاي الاي فولت اللي هو في ايه بقى اللي هو الاي ايه نفسه اللي هو 3 اي اي 0 اهو، بيقول لك ممكن تحسبه من الماتريكس. روح اعمل لي الماتريكس كده سيمتريكال كومبوننت هيطلع لك نفس النتيجه دي، ماشي كده؟ فانا خد بالك بقى، انا عايز اوصلك لايه؟ ان انت لو حليت المساله كده زي ما بيقولوا كده بالاصول هتعمل الاتي. لو هي سنجل لاين تو جراوند فولت، بسم الله الرحمن الرحيم، ارسم البوزيتيف سيكونس دياجرام، ارسم النيجاتيف سيكونس دياجرام، ارسم الزيرو سيكونس دياجرام، مارك اول امبير يونت، روح احسب لي الزد 7 ان 1 الزد 7 ان 2 الزد 7 ان 0، روح ارسم لي ال 7 ايكوفالنت سيركت البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو. بما ان الفولت ده سنجل لاين تو جراوند فولت يبقى هنوصلهم سيريس، وطالما التوصيله سيريس يبقى الكرنت هيطلع بالمنظر ده، الاي اي 0 والاي اي 1 والاي اي 2 متساويين، وبالقيمه دي المعادله دي ثابته. وبناء عليه هروح اعمل السيمتريكال كومبوننت اللي هي الماتريكس، وهطلع منها ان الاي اي بيساوي 3 اي اي 0 او 3 اي اي 1 او 3 اي اي 2 هم متساويين، والاي بي والاي سي بيساوي صفر. ممكن اعملها بالسيمتريكال كومبوننت. اوكي اوكي. طيب لو انا جاي لي ده، لو هي المساله مطلوبه منك بالتفصيل وبتاع والكلام ايه، تمام قوي حلو مفيش مشكله خالص، وده بتفاصيلها. طب افرض يا عم انا جالي الامتحان ام سي كيو وعايزين الناتج النهائي ومفيش وقت، ما الدكتور برضو يقول لك ايه ده الوقت مزنوق حرام عليك. لا، هو الدكتور جايب لك الامتحان بالوقت ده، عايز ايه؟ دماغك حاضره بتنجز، يعني انا راح احل المساله دي ازاي يا عم الحاج؟ هروح اعمل كده، هروح استلم البوزيتيف سيكونس صحيح والنيجاتيف سيكونس والزيرو سيكونس واجيب الزد 7. وانس ان انت جبت الزد 7، بما ان الفولت ده سنجل لاين تو جراوند فولت، اكتب دي على طول، اكتب دي على طول. ليه؟ ما انا عارف دي ال7 دي عباره عن ايه وال7 دي عباره عن ايه وال7 دي عباره عن ايه، مكوناتها ثابته، وعارف ان هم هيتوصلوا سيريس، وبما ان هم هيتوصلوا سيريس لازم المعادله تطلع كده عمرها ما تتغير، فانا هكتب المعادله دي على طول، اروح مطلع دول. بما ان ده سنجل لاين تو جراوند فولت، انا عارف ان التيار الفولت ده كده على طول، مش راح اعمل سيمتريكال كومبوننت، وعارف الاي بي والاي سي بيساوي صفر على طول، انتهت، ماشي كده؟ ادي يا عم لو كانت سنجل لاين تو جراوند فولت. فانت بتحس المساله كبيره، وهي فعلا كبيره، بس لما بتتمرن عليها بتلاقي الموضوع سلس وبتلاقي الموضوع مكرر، ماشي اوكي لحد كده تمام قوي. طيب علاء، ده لو كان سنجل لاين تو جراوند فولت، لو كان دبل لاين تو جراوند فولت، او لو كان لاين تو لاين فولت، اوكي الخطوه دي هنعملها، الخطوه دي هنعملها، الخطوه دي المفروض هنعملها. دلوقتي احنا واقفين، احنا في السنجل لاين تو جراوند فولت وصلنا دول سيريس مع بعض، لو كان دبل لاين تو جراوند فولت هنوصلهم ازاي؟ قال لك اهو، لو كان دبل لاين تو جراوند فولت قال لك هتبقى بارلل كونكشن. هتعمل ايه يا عم الحاج؟ هناخد البوزيتيف سيكونس اللي بتاع ال 7 ايكوفالنت سيركت بارلل مع النيجاتيف بارلل مع الزيرو، وخد بالك مع الزيرو حطينا معاها 3 زيت 3 زيت اف زي اسمك. ال 7 ايكوفالنت سيركت بتاعت البوزيتيف سيكونس كانت عباره عن الفي 7 او الفي اف اللي هو كان واحد بريونت او جيفن، زد 7 ان 1 انت حسبتها، هنا كان في تيار اسمه اي اي 1 وكان عليه فولت في اي 1 لو انا احتاجته، هنا زد 7 ان 2 ماشي فيها تيار اسمه اي اي 2 في اي 2، وهنا الفي اي 0 خد بالك هنا على المقامه دي بس، على المقامه دي بس دي زد 7 ان 0 اللي هي 7 ايكوفالنت سيركت للزيرو سيكونس دياجرام.
و3 زد اف، يبقى دول كده البرانشات دي بارلل. طبعا لو دي كانت بولت تايب يبقى دي بصفر، يبقى الثلاثه برانشات او الثلاثه كومبوننت بارلل مع بعض، عشان كده بنسميها بارلل كونكشن. خد بالك من الاتجاهات، الاتجاهات دي ثابته، التيار ده طالع كده والتيار ده جاي كده والتيار ده جاي كده، بس واضح ان كده في حاجات سوالب. اوكي، بس هي كده، دي المفروض تبقى كده. طيب هنحلها ازاي؟ عايزين نحسب الاي اي 1، نحسبه ازاي ده؟ انت عندك المقاومه دي بارلل مع دي، هات الايكوفالنت بتاعهم واجمعها مع دي، مش كيمياء يعني. يبقى الاي 1 هتطلع الفي اف مقسومه على الزد 7 ان 1 زائد البرانشين دول بارلل مع بعض. فالمعادله دي هتفضل ثابته الى ابد الابدين، طالما ايه دبل لاين تو جراوند فولت. فانت عرفت الشكل اهو، وعرفت المعادله دي جت من حل سيركت، حل سيركت. والله بقى تتخيلها، تحفظها، ماشيه زي ما انت عاوز. في ناس بتحب يبقى فاهم الموضوع عشان ما يحفظش كتير، وفي ناس بتبقى عايزه تعرف الاثنين عشان لو ايه، لو هو شك في الامتحان ان هو نسى حاجه. اوكي كده جبنا الاي اي 1. طب والاي اي 2 والاي اي 0؟ ما تعمل يا عم كارنت ديفايدر، مش كيمياء يعني، كارنت ديفايدر رول، بس خلي بالك من الاشارات، لان ده كده داخل كده وده كده المفروض العكس. فالاي اي 2 خلي بالك من الاشارات، اوعى تتلخبط، بيعمل لك مشكله في المساله. الاي اي 2 بيساوي ماينس اي اي 1 اللي هو الطريق اللي داخل في البرانش البعيد اهو، ده البرانش البعيد اهو يا جماعه، زد 7 0 زائد 3 زد اف على مجموع البرانشين، يبقى عليه العوض ومنه العوض لو انت مش عارف دي عباره عن ايه، جت منين. كارنت ديفايدر رول، جبت الاي اي 2. طب والاي اي 0؟ الاي اي 0 والله يا اما تطرح الاثنين، وخد بالك من الاشارات، خد بالك من الاشارات، ماينس اي اي 1 ناقص اي اي 2، يا اما تجيبها برضو من الكارنت ديفايدر رول. يبقى لو كان الفولت دبل لاين تو جراوند فولت، في خطوات ثابته بنعملها، بنرسم البوزيتيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس والزيرو سيكونس ديجرام، بنحسب الزد 7 ان 1 والزد 7 ان 2 والزد 7 ان 0، بنكون 7 ايكوفالنت سيركت او بنوصل ده على طول بارل كونكشن. بما انها بارل كونكشن فالمعادله دي محفوظه، واكيد الاي اي 2 هيطلع كده واكيد الاي اي 0 هيطلع كده. حلو، طالما جبت الاي اي 1 والاي اي 2 والاي اي 0، يبقى نروح نعمل ايه؟ نكون السيمتريكال كومبوننت، ده لازم نروح نعمل الماتريكس بتاعت السيمتريكال كومبوننت عشان ايه؟ عشان نجيب اي اي واي بي واي سي. في السنجل لاين تو جراوند فولت عرفنا النتيجه مسبقا، طب في اللاين، في الدبل لاين تو جراوند فولت، لا ثواني بقى، في الدبل لاين تو جراوند فولت لو جيت تطبقها، لو طبقت سيمتريكال كومبوننت، روح اعمل السيمتريكال كومبوننت، هيطلع لك دايما ان الاي اي بزيرو، لان اصلا الديفولت بتاعنا واحنا بنحل المساله دي ان دبل لاين تو جراوند فولت بين الفيزا بي وسي، بين الفيزا بي وسي. فانت عارف النتيجه دي، عايز تروح تحسب الاي اي من السيمتريكال كومبوننت، احسبها، احسبها، هي اصلا باينه من هنا. ده لو انت يعني ايه، انا مش عايز بس لخبطك، هي هتبان لك لما تشتغل، فانا مش عايز اسبقك يعني، اخدك لنقطه المفروض ان انت ما توصلهاش دلوقتي، توصل لها مع الوقت. انت اصلا لو انت بتقول الاي اي، الاي ده بيساوي ايه؟ من الماتريكس اي اي 1 زائد اي اي 2 زائد اي اي 0 مجموع الثلاثه، لان كل كان فيه الكوفيشنت بواحد. ما هو الاي اي 1 اصلا بيساوي مجموع الاثنين دول وبعكس الاشاره، يعني كده كده مجموعهم بصفر، مش محتاجه يعني، كده كده الاي هيطلع بزيرو. النتيجه انت لما تعملها بايدك، تعمل ماتريكس بايدك، هتشوفها اوضح، هتشوفها اوضح، فما تاخدش على كلامي لو انت مش فاهمه يعني. طب والاي بي؟ هات من الماتريكس يا عم، هو الاي بي بيساوي ايه من الماتريكس انا متخيله؟ 1 في اي اي 0 زائد اي سكوير في الاي اي 1 زائد اي في الاي اي 2. المفروض انك انت حضرتك متخيل الكلام ده زي بالظبط. طب والاي سي بيساوي 1 في اي اي 0 زائد اي في اي اي 2 زائد اي في اي اي 1 زائد اي سكوير في اي اي 2. اوكي اوكي من الماتريكس، يبقى جبنا اي بي واي سي. طب والفولت كارنت؟ مجموع الاثنين، مجموع اي بي زائد اي سي ليه؟ لان ده دبل لاين تو جراوند فولت، دبل لاين تو جراوند فولت، ماشي اوكي صح كده. سيبك من دي دلوقتي، سيبك من موضوع الفولتات دلوقتي، واحده واحده. يبقى ده يا عم لو كان دبل لاين تو جراوند فولت، يبقى الفرق بين السنجل لاين تو جراوند فولت والدبل لاين تو جراوند فولت في الكونكشن، السنجل لاين تو جراوند فولت سيريس والدبل لاين تو جراوند فولت بارلل، وانا حافظ النتيجه بتاعتهم لانها اصلا سيركتس، ماشي. طب لو كان الفولت لاين تو لاين فولت، وايش الجديد يعني؟ هنعمل نفس القصه، هنعمل نفس القصه، هتعمل ايه؟ كالتالي، قال لك هنا البوست في سيكونس اهو في اف وزد 7 ان، وهنا طير اسمه اي اي 1، وهنا النيجاتيف سيكونس زد 7 ان 2 اي اي 2 في اي 2 بس. ايه ده؟ طب وفين الزيرو سيكونس دايجرام، او فين الزيرو سيكونس امبيدنس اللي هي زد 7 ان 0؟ ما بتظهرش في اللاين تو لاين فولت، ما بتظهرش في اللاين تو لاين فولت. هنا بقى خليك بقى واعي، لو جالك في الامتحان
في الامتحان مسألة وعايزك تحسب لاين تو لاين فولت. المفروض احنا بنروح نعمل ايه؟ بنرسم البوست في سيكونس دايجرام والنيجاتيف سيكونس دايجرام والزيرو سيكونس دايجرام ونحسب زد 7 ان 1 وزد 7 ان 2 وزد 7 ان 0. لو كان الفولت لاين تو لاين فولت ما تروحش تشتغل على الزيرو سيكونس، ارسم البوزيتيف والنيجاتيف بس، ما ترسمش الزيرو سيكونس. هو اصلا الزيرو سيكونس هو اللي كان رخم، فما ترسموش لانك انت مش بتحتاجه هنا. ده لو كان الفولت ايه لاين تو لاين فولت، فشغل مخك، مخك يبقى حاضر. ممكن الدكتور يجيب لك المساله كده وعامل حساب انك تحلها بدقيقتين. ليه؟ اصل هو جايب لك المساله البوزيتيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس، القيم متشابهه في قيم المقاومات. فهو شايف، لو انت شايف صح، هتلاقي نفسك بترسم شكل واحد اللي هو البوزيتيف سيكونس دايجرام والنيجاتيف سيكونس دايجرام زيه، الزد 7 هتطلع زي بعضها ومش محتاجين الزيرو سيكونس. وانت رايح محتاج ترسم الزيرو سيكونس وتحسب البريونت وتشوف التوصيله ستار ولا دلتا وتحسب الزد 7 وعلى ايه، ولا هنحتاجها. يبقى الغلط من مين؟ من سيادتك. فاخد بالك من الموضوع. برضو ارجع واقول، لو انتوا في كلام انتوا مش فاهمينه قوي، انا عشان معلش بتكلم في كل الافكار ان ديتيلز، والمفروض ان انتوا ما وصلتوش للمستوى ده لسه. لو انت فاهم يبقى انت كده ما شاء الله عليك، يعني يبقى كده زي الفل. اوكي، 60 70% عادي، ممتاز جدا، ده اللي احنا عايزين نوصله. 50% ما هيضرش. يبقى في حاله اللاين تو لاين فولت، ادي الفي اف وادي الزد 7 ان 1، ادي الزد 7 ان 2، وهنا هحط زد اف. خد بالك قبل كده كنا بنحط 3 زد اف، احفظها بقى عدل، احفظ كل شكل عدل. والكلام ده اصلا له اثباتات، الكلام ده اصلا له اثباتات. اوكي، قال لك اهو اي اي 0 مش موجود اصلا يا باشا. طيب عايزين نحسب الاي اي 1، هتحسب فيه ايه يا عم؟ ده مفيش اسهل من كده. اي اي 1 الفي اف على زد 7 ان 1 على زد 7 ان 2 والزد اف بس. فالمعادله دي هتفضل ثابته الى ابد الابدين. طب وبالنسبه للاي اي 2؟ والله ما محتاجه، هو الاي اي 1 بس عكس اتجاهه، الاشارات دي ثابته بس يا عم. جبت الاي اي 0 بصفر، الاي اي 1 والاي اي 2 مش حوار. روح بقى طبق لي الماتريكس. طب الماتريكس ليه؟ اللي هي بتاع السيمتريكال كومبوننت. هتطلع منها ان الاي اي بيساوي صفر اصلا، احنا معتبرين الفولت بين بي وسي، وهيطلع منها ان الاي بي بيساوي ماينس الاي سي، لان اتفقنا ان هو لاين تو لاين، فالفولت بيلف بين البي ويخش على السي. هو لاين تو لاين ما وصلش الارض، لو كان دبل لاين تو جراوند فولت فالفولت وصل للارض فالجمع. عشان كده في حاله الدبل لاين تو جراوند فولت كنا بنقول ان الاي فولت بيساوي اي بي زائد اي سي، لكن هنا الاي بي ماينس الاي سي. هاتها من الماتريكس يا عم، بس عشان اوفر عليك وقت. هتروح على الماتريكس هتجيب الاي بي بس وتقول الاي سي بيساوي سالب الاي بي، وخلاص خلصنا على كده. يبقى ادي يا عم كده ايه، ده كده كل المسار بتاعك. فده كده القصه كلها بتاعت الانسيمتريكال فولتس. معلش بقى هات لي كده المنهج من اوله. احنا عملنا ايه؟ السيمتريكال فولتس، السيمتريكال فولت سبيشال كيس من الانسيمتريكال فولت. قلناها السيمتريكال فولتس هي عباره عن البوست اوف سيكونس دايجرام بس، واشتغلنا بيه وخلصنا بيه بس. طب لو كان انسيمتريكال فولتس، لا يبقى نرسم بوست اوف سيكونس دايجرام، نيجاتيف سيكونس دايجرام، زيرو سيكونس دايجرام، وهنحسب الزد 7 ان 0 والزد 7 ان 1 والزد 7 ان 2. هتوصل الثلاث دوائر دول ازاي؟ على حسب نوع الفولت. لو كان سنجل لاين تو جراوند فولت هنوصلهم سيريس وحافظين حافظين النتيجه. لو كان دبل لاين تو جراوند فولت هنوصلهم بارلل وحافظين النتيجه. لو كان لاين تو لاين فولت هنوصلهم بالشكل ده وحافظين النتيجه. شكرا، بس كده. طيب الحمد لله على السلامه يا جماعه. تعالى بقى نطبق الكلام ده على المساله بتاعتنا. تعالى نطبق المساله بقى على الكلام ده على المساله بتاعتنا. اهو فين المساله يا عم الحاج؟ اهي المساله بتاعتنا. كان بيقول ايه؟ قال لك في فولت حصل عند البصره رقم 2، سنجل لاين تو جراوند فولت. ما علينا، هو حصل عند البصره رقم 2 اللي هو ده، والفي اف اعطوا لك ب 1.5%، هنعوض بيه زي ما هو. ماشي، عند البصره رقم 2 فين يا عم الحاج؟ ال 7 ان اهم، ادي البوست في سيكونس دايجرام اهو، ده اللي احنا رسمناه، وادي النيجاتيف سيكونس دايجرام اهو، وادي الزيرو سيكونس دايجرام اهو. ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ هتعمل ايه؟ قال لك الخطوه اللي بعدها تعمل ايه؟ هتحسب زد 7 ان، زد 7 ان 1، زد 7 ان 0، زد 7 ان 2. تعالى نحسب. لما اجي احسب زد 7 ان، هو الفولت حصل فين؟ حصل عند البصره رقم 2. ايوه هنا. تعرف تجيب لي زد 7 ان او اكس 7 ان؟ والله يبقى عيب لو ما عرفتش تجيبها. خلاص الموضوع سهل خالص. ليه؟ البرانش ده كله سيريس والناتج بتاعه بارلل مع ده. الفولت حصل هنا، اظن متخيلين القصه دي وقلناها واثبتناها بس كده. ادي الزد 7 ان 1، ما احنا عملنا الكلام ده اصلا في 3 فيس فولت اساسا زي ما هو كده بالظبط. طيب لما راح احسب الزد 7 ان 2 من النيجاتيف سيكونس دايجرام، هاجي هنا هقول لك هنا حصل فولت، الفولت حصل هنا،
يبقى هنا في زد 72 عبارة عن ايه؟ ما هي هي بالظبط، هو اصلا الشكلين زي بعض، ممكن القيم مختلفة لكن الشكلين زي بعض، كده كده يطلعوا زي بعض. يبقى البرانش ده كله سيريس، واللي هيطلع بارل مع ده. يبقى احنا كده حسبنا الزد 71 والزد 72. ماشي، بعد كده تعال نروح في الزيرو سيكونس دايجرام. الفولت حصل فين؟ عند الباص ده. عايزين نحسب الزد 7 هنا بتساوي ايه؟ يا حلو انت، بقول لك ايه، ركز في الموضوع ده. يعني انت ده انت عايز تحسب الزد 7 هنا، زد 7 0 او اكس 7 0، المقامه الكليه للدائره لو انت شايفها من هنا بتساوي ايه؟ الاثنين دول سيريس، 1 من 10 زائد 5 من 100 ربع. ايه ده؟ طب ودول؟ مالناش دعوه، مش اوبن سيركت؟ مش انت كنت عمال تقول لي يا عم لو اوبن سيركت، لو اوبن سيركت اعمل ايه؟ وانا ضعت واتدمرت. ما هو يا عم خلاص الشكل ده كله مش موجود، الفولت حصل هنا. طب مثلا فرضا يعني لو كان الفولت حصل عند باص رقم واحد، الزد 7 0 هتبقى الجزء ده نص ايه 5%. لو كانت مثلا حصل في نص ترانسميشن لاين، في نص ترانسميشن لاين، يبقى الجزء ده بارلل مع الجزء ده، ودول ما لهمش علاقه بالموضوع، سيركت عادي خالص. فانت حسبت الزد 7 1، الزد 7 2، الزد 7 0. هل في جديد؟ لا، غير ان احنا عملناه 3 مرات. طيب يا عم الحاج، نوع الفولت ايه؟ سنجل لاين تو جراوند فولت. لحظه كده، سنجل لاين تو جراوند فولت، التلاته سيريس مع بعض وفي 3 زد اف، حافظ الدايره وعارف النتيجه، شكرا. بس كده اهو، اهو يا سيدي، قال لك الزد 7 ان 1 اللي احنا عملناه اهو، زد 7 ان 2، زد 7 ان 0، وادي التلات دوائر ده. هو هنا عملها لك بالتفصيل الممل اهو، ادي يا عم في اف وزد 7 ان 2. في اف هنا بكام؟ الراجل قال لك في المساله خدها بواحد وخمسه من ميه، هو قال لي لو ما كانش قال كنت هاخدها بواحد بريونت، وكاتب لك هنا اهوت وكمان والتفصيل اهو. وبعدين بما انه سنجل لاين تو جراوند فولت هنوصلهم سيريس، هو بص بيقول لك ايه، لو يعني المساله كتابيه ارسم الرسمه وحط الارقام عليها اللي هم الثلاثه سيريس مع بعض وتوصل لي والكلام ده كله، بس انا معتمد انك انت حافظها وعارف شكلها بقى خلاص. بما اننا عارفين شكلها فاحنا عارفين اكيد ان الاي اي 0 بيساوي الاي اي 1 بيساوي الاي اي 2 بيساوي الفي اف على مجموع المقامات زد 7 1 زد 7 2 زد 7 0 زائد 3 زد اف، وقال لي ان ده بولت الطيب، فدي كده كده بصفر. والله ما في اسهل من كده، يطلع لك الكلام ده. بس ده مش الاي فولت، خد بالك، ده اي اي 0 واي اي 1 واي اي 2 عادي. ما الاي فولت هو نفس الثلاثه في اي واحد فيهم، عارفين انها جت من السيمتريكال كومبوننت، عايزني اكتبها لك اكتبها لك ده لو انت محتاجها. هيطلع لك ان الاي فولت بيساوي ماينس جي 5.89 بير يونت. طب والاي بي والاي سي؟ بزيرو. ثواني يا هندسه، احنا كده خلصنا؟ لا يا حبيبي، اوعى تنسى بقى، انت جبت الاي فولت بير يونت، هتقولي بالامبير، يا الموضوع طويل قوي، بس هو هو، ماليش دعوه طول ده بقى، حل مشاكلك مع نفسك، بس هو هو كصعوبه مفيش صعوبه. الاي بيس كان بيساوي ايه يا عم الحاج؟ الاس بيس في 10 اس 3 على جذر 3 في الفي بيس. الاس بيس لو تفتكروا المساله دي كنا خدناها 100 ميجا، والفي بيز عند الباص بار ده، كان ناحيه الزون رقم 3 اللي هو كان ناحيه الموتور، كان 13.8، فهيطلع ده كده الاي بيز. هاخد الاي بيز اضربه في الاي بير يونت، يطلع لك الاي فولت. وادي الاي فولت 24.6 كيلو امبير، وزاويته سالب 90 لو انت عايز. بس شكرا، خلصت المساله. يبقى انت كده جبت ايه؟ جبت اللي هو الفولت كارنت. طيب هو هنا على فكره في المساله رقم 6 و7 عشان نسبه الاحداث بيقول لك ريبيت لو كان الفولت لاين تو لاين ولو كان دبل لاين تو جراوند فولت. ولا حاجه يا باشا، هنعمل نفس الكلام بس. ماشي، خلينا في المساله بتاعتنا، خلينا في المساله بتاعتنا بقى عشان في جزء جديد. يعني الجزء ده انت متخيله، لو كان لاين تو لاين فولت هنعمل الدايره، لو كان دبل لاين تو جراوند فولت هنعمل الدايره، وعارفين يعني الحسبه تطلع ازاي. اوكي، بس في هنا مطلوب تاني، كارنت كونتريبيوشن فروم جنريتور اند موتور. اوبا، كارنت كونتريبيوشن فاكرين عارفينها يا حبيبي، هات الكارنت كونتريبيوشن فروم جنريتور وموتور، سهله قوي اصلا، سهله قوي اصلا. تمام كده، هنعملها ازاي؟ احنا المفروض لما كنا شغالين قبل كده، لما جبنا الاي فولت يعني قبل كده كنا بنعمل ايه؟ لو احنا مثلا في اللي هو في السيمتريكال شورت سيركت، كنا بنقول ايه؟ الاي فولت جاي هنا، احنا عايزين الكارنت كونتريبيوشن من ده ومن ده، يبقى هيمشي هنا، يبقى هو كارنت ديفايدر، وكنا بنجيب الكارنت اللي جاي من هنا والكارنت اللي جاي من هنا، صح؟ ايوه. بس انت عندك هنا المره دي 3 اشكال، هتعملها 3 مرات، هتعملها 3 مرات. ركز معايا، ركز معايا عشان ما تلخبطش. انت حسبت الاي فولت فين دي؟ احنا كده ماشيين ازاي؟ انت هنا حسبت ايه؟ حسبت الاي فولت اهو، وقبليه حسبت الاي اي 0 والاي اي 1 والاي اي 2، وهما التلاته مساويين. يعني انت عارف
التيار اللي هيمشي في البوست بسيكونس دايجرام قد كده، هو ده وده وده اهو. يبقى نرجع هنا بقى، عشان اجيب الكرنت كونتريبيوشن فروم جنريتور اند موتور لازم اعمله 3 مرات برضو، ما ينفعش احسبه مره واحده. امال اعمل ايه؟ هاجي في الدايره دي، دي دايره مين يا عم الحاج؟ دايره البوست سيكونس. ايوه، التيار اللي هنا تيار الفولت ده كام؟ هو تيار الفولت كبوست سيكونس اللي هو الاي اي 1 اللي انت حسبته اللي هو كان تقريبا ماينس جي 1.9. ايوه، يبقى هنا ده كده الاي اي 1. هجيب بقى الكرنت اللي جاي من الجنريتور بس 1 اللي هي البوست سيكونس كومبوننت بتاعه، وهجيب الكرنت اللي جاي من الموتور بس 1 برضو اللي هو الايه بوست سيكونس كومبوننت بتاعه. طب هجيبه ازاي؟ كرنت ديفايدر. انت عارف الكرنت اللي ماشي تحت هنا اللي جاي في الفولت ده، كرنت ديفايدر، اجيب الكرنت اللي هنا واجيب الكرنت اللي هنا. يبقى انت جبت الكرنت بتاع الجنريتور والموتور بس البوست سيكونس كومبوننت بتاعه ماشي. وبعدين اروح على النيجاتيف سيكونس كومبوننت. انت جبت التيار اللي هنا، مش ده الفولت حصل هنا؟ ايوه. انا عارف التيار اللي هنا كام اللي هو اسمه اي اي 2 اللي انا حاسبه اللي هو كان ماينس جي 1.9. يبقى اعرف اجيب التيار اللي جاي من هنا وترجع. يا هندسه ده هنا مفيش سورس يا حبيبي، ده ريبريزنتيشن. الاصل ان هنا في جنريتور، فهنا في كرنت كونتريبيوشن من هنا وفي هنا كرنت كونتريبيوشن من هنا من الموتور، كرنت ديفايدر رول برضو. يبقى انا عارف هنا الاي اي 2 بتاع الفولت اللي انا حسبته، هجيب الكرنت اللي جاي من الجنريتور بس النيجاتيف سيكونس كومبوننت بتاعه وكذلك من الموتور. طيب وبعدين هروح للزيرو سيكونس كومبوننت. الزيرو سيكونس كومبوننت الفولت حصل هنا، فانا عارف الاي اي 0 اللي هو هنا اللي هو كان سالب جي 1.9. طيب الكرنت اللي جاي هنا ده، ده جاي من الموتور، يبقى الكرنت بتاع الموتور الزيرو سيكونس بتاعه هو هو نفس الكرنت الاي اي 0، باينه جدا. طب والجنريتور صفر، ما هو اوبن سيركت اهو. يبقى الجنريتور الكرنت اللي طالع منه نيجاتيف الزيرو سيكونس بتاعه الاي جنريتور 0 بزيرو، الاي جنريتور 0 بزيرو في الشكل ده بزيرو. طب لو كان مثلا الفولت حصل عند الباص رقم 1 كان هيبقى ده له قيمه وكان ده مش هيبقى له قيمه. طب لو كان الفولت حصل هنا هيبقى ده بصفر وده بصفر، كونتريبيوشن بتاعهم في حاله الزيرو سيكونس ماشي كده. فانت جبت 3 مركبات، جبت البوست اوف سيكونس والنيجاتيف سيكونس والزيرو سيكونس، كرنت للجنريتور والموتور، وبعدين تستخدم السيمتريكال كومبوننت. شايف اللعبه عامله، هي لعبه مكرره بس طوله ورخمه، لو فهمتها وتعودت عليها هتبقى زي الميه، الموضوع سهل خالص. جبت البوست اوف سيكونس، جبت الاي جنريتور 1 الاي جنريتور 2 الاي جنريتور 0 من كل شكل، جبت الاي موتور 1 الاي موتور 2 الاي موتور 0. طيب وبعدين هاخد الاي جنريتور 1 و2 و0 ادخلهم في الماتريكس عشان اجيب الاي جنريتور A والاي جنريتور B والاي جنريتور C، الثلاث فولتات A و B و C، وهاخد الاي موتور 1 والاي موتور 2 والاي موتور 0 ادخلهم برضو على السيمتريكال كومبوننت اللي هي الماتريكس عشان اجيب الاي موتور A والاي موتور B والاي موتور C. مش فاهم حاجه، ارجع اسمع الكلمتين تاني. هم انا هقول ايه يعني؟ انا بقول السيكونس بتاعها وبس. تعال نطبق. بص خليك بس فاكر عشان ما تلخبطش معايا، المساله مليانه ارقام عشان كده بحاول اركز على الفكره. انا جبت اهو الاي اي 0 والاي اي 1 والاي اي 2 سالب جي 1.9، الاي فولت بكذا، خلاص سيبك منه، احنا دلوقتي عايزين الكونتريبيوشن. قال لك الكرنت كونتريبيوشن فروم الموتور اوف موتور اند لاين، ما اللي كان جاي من الموتور هو اللاين، هو الترانسميشن لاين يعني. في حاله البوست اوف سيكونس كومبوننت، في حاله البوست اوف سيكونس دايجرام، هو الكرنت كونتريبيوشن فروم موتور اند لاين اللي هو الجنريتور، الجنريتور كان قبل اللاين، هو اللاين ما بيعملش كونتريبيوشن بس الجنريتور كان قبليه يعني، ده القصد. قال لك بص على البوست اوف سيكونس كومبوننت بقى، البوست اوف سيكونس دايجرام بالنسبه للاي موتور 1 بيساوي الاي اي 1، وادي الكرنت ديفايدر، ده المقاومه بتاعت البرانش البعيد اللي هو كان مجموع شويه حاجات على مجموع البرانشين، هيساوي كده. يبقى ده الاي موتور 1 البوست اوف سيكونس كومبوننت كرنت بتاع الموتور. طب والاي جنريتور 1 هو نفس الكرنت اللي ماشي في اللاين، معروف، بيساوي ايه؟ بيسطح الاثنين، بيسطح الاثنين اللي هو الاي اي 1 ناقص الاي موتور 1، او اعملها بالكرنت ديفايدر برضو. مفترض ان انتوا جايين معايا سكه في القصه دي. يبقى انا حسبت الاي موتور 1 والاي جنريتور 1 حسبتهم منين؟ من البوست اوف سيكونس. انت مش عايز تحسب بوست اوف سيكونس كرنت، يبقى تروح للبوست اوف سيكونس ديجرام، مفيش كلام، كل واحده لوحدها. طيب وبعدين روح على النيجاتيف سيكونس ديجرام، هتعمل ايه؟ الاي جنريتور 2 هو هو الاي لاين 2 هو هو الاي اي 2 اللي هو كرنت ديفايدر برضو اهو، كرنت ديفايدر على مجموع البرانشي، شكرا يا عم، بس يطلع لك بالرقم ده. طب والاي موتور 2 طرح الاثنين او اعملها بالكرنت ديفايدر. يبقى انت جبت الاي جنريتور 2 والاي موتور 2، عايز تجيبهم روح للزيرو سيكونس ديجرام، روح للنيجاتيف سيكونس ديجرام بتاعهم عادي خالص. طبعا انا بس عايز اقول حاجه عشان لو في ناس بتسمعنا غير الطلبه بتاعتنا، ان في هنا لما بيكون في ترانسفورمر بيكون في حاجه في الشيفت كده معين، بس هي مش
مش علينا مع الشباب يعني، بس عشان الناس ايه ما تقولش ان احنا ما قلناهاش، اوكي؟ فعدوها لي. طيب نروح بعد كده للزيرو سيكونس دايجرام اهو. الزيرو سيكونس دايجرام فاكرينه؟ لو لما اروح بقى للزيرو سيكونس دايجرام الاقي الاي جنريتور والاي لاين بصفر، ما هو كان اوبن سيركت خلي بالك. طب والاي موتور زيرو، هو هو الاي اي زيرو، فاكرين بالرقم ده كده. انت جبت الاي جنريتور 1 والاي جنريتور 2 والاي جنريتور 0 والاي موتور 1 والاي موتور 2 والاي موتور 0. يبقى انا اروح احط الاي موتور 0 اللي هو ده، والاي موتور 1 اللي انا حسبته، والاي موتور 2 اللي انا حسبته في الماتريكس اللي انا حافظها. اجيب الاي ام اي، الاي موتور اي وبي وسي. خلي بالك اللي انت جايبه ده بريونت، فمفترض انك تروح تجيبه ايه بالاكشوال فاليو، بالاكشوال فاليو يعني المفروض تروح تجيب ايه الاكشوال فاليو اللي تضرب في البيز فاليو. طبعا هنا في واحد بيقول لك ايه، هو ازاي الموتور والجنريتور طلع قيمه للاي اي بي والسي اي وبي وسي رغم ان الفولت كان سنجل لاين تو جراوند فولت؟ ملهاش علاقه يا باشا، السنجل لاين تو جراوند فولت يبقى عند الفولت، بس عند الفولت هتلاقي الاي اي له قيمه اللي هو الاي فولت ايه، والاي بي والاي سي بيساوي صفر. طب والباقي؟ لا النتورك دي ماشيه وكان فيه مقاومات وكده، فعادي ممكن تلاقي الثلاث مركبات موجودين عادي زي ما حصل كده. بس هتلاحظ برضو ان هنا القيمه دي كبيره جدا وهنا القيمه دي صغيره اصلا يعني، فبرضو الموضوع منطقي. بس خلي بالك هو يعني كسيكونس مساله سهل، كتطبيق اول مره تلاقي نفسك متلخبط. لما تحل المساله مره والتانيه تلاقي نفسك متبرمج، متبرمج حرفيا. اوكي طيب، وبعدين طبعا المفروض نفس الكلام هروح اعمله برضو فين، في الجنريتور. هروح اكتب الثلاثه بتوع الجنريتور والاي جنريتور اي وبي وسي وهنا بتوع الجنريتور، واجيب البريونت واضرب في البيز فاليو. انا بس تعبت زهقت من كتر المساله، ماشي كده؟ بس دي المساله هندسه، انا تهت هندسه معلش، ما هو المساله كبيره لازم تتوه في الاول. ايه المطلوب منك؟ بسيط خالص، روح اعمل المساله ديت ستيبس، درو البوزيتيف سيكونس ديجرام، درو النيجاتيف سيكونس ديجرام، درو الزيرو سيكونس ديجرام، احسب الزد 7 ان 1، احسب الزد 7 ان 2، احسب الزد 7 ان 0 عند الحته اللي حصل عندها الفولت، شوف نوع الفولت ايه، كون الدايره بتاعته، واحسب التيارات الاي اي 0 والاي اي 1 والاي اي 2. بعد كده اي حاجه عايزها هتخش على الدايجرام بتاعها زي ما احنا اتفقنا كده. اوكي المساله اللي بعدها، ريبيت ذا لاست بروبلم اف ذا فولت لاين تو لاين فولت، وبعدين لو الفولت كان دبل لاين تو جراوند فولت، يعني اعملها كررها وخلاص. ماشي اهو، قال لك هنا ده في حاله الدبل لاين تو جراوند فولت، ده في حاله الدبل لاين تو جراوند فولت. انا هنا ايه يعني عكسنا الترتيب شويه، رقم 7 وبعدين رقم 6. دبل لاين تو جراوند فولت فاكرينها؟ انت كده كده حسبت زد 7 ان 1 وحسبت زد 7 ان 2 وحسبت زد 7 ان 0، قيامهم ثابته خلاص، ما انت حسبتهم عند الباص رقم 2، هو الفولت حصل عند نفس الباص. الفولت دبل لاين تو جراوند فولت، دبل لاين تو جراوند فولت. استنى كده، كانوا بوصلهم بارل مع بعض، ولما كنت بوصلهم بارل كنت بيطلع لي ايه اي اي 1 كده، فانت بقى تحفظها، ترسم الدايره، حتى قال لك هنا ترسم الدايره على كل البيانات. بس ده ملخصها. الفي اف هو عطولي ب 1.5%، الزد 7 ان 1 حسبتها بالرقم ده، الزد 7 ان 2 حسبتها بالرقم ده، الزد 7 ان 0 حسبتها بالرقم ده، والزد اف كانت بزيرو، كان بولت الطيب. يبقى انا هنا حسبت الاي اي 1. طب والاي اي 2 والاي اي 0 كانت كارنت ديفايدر لو تفتكر، عشان كانت المساله دبل لاين جراوند فولت. هروح اعمل الكارنت ديفايدر رول اهو، الاي اي 2 ماينس، خد بالك من الاشارات، اي اي 1 في البرانش البعيد على مجموع البرانشين يطلع كده. طب والاي اي 0 تجيبها بالكارنت ديفايدر او طرح الاثنين وتخلي بالك من الاشارات، هيطلع لك بالرقم ده. هنا ركز ان الاي اي 2 ركز ان الاي ايه ده، ركز ان الاي اي 1 طلع لك ماينس جي 4.547، طلع لك بالرقم ده. الاي اي 2 طلع جي 2.87 موجب، وده طلع جي 1.67، عشان كده لك الاشارات مهم، الاشارات مهم، فتعملهم عدل الله يخليك. اوكي طب احنا حسبنا الاي اي 0 والاي اي 1 والاي اي 2، يبقى نروح نحسب الاي اي والاي بي والاي سي الماتريكس اهم. مش ده دبل لاين تو جراوند فولت؟ اه اكيد ده هيطلع بصفر، الاي اي هيطلع بصفر، الاي بي بقيمه والاي سي بقيمه اهم، والاي فولت مجموع الاثنين علشان ده كان دبل لاين تو جراوند فولت. ركز بص، لما جمعت الاثنين دول طلع بخمسه، ده 6.9 وده 6.9، طلع المجموع بخمسه عشان الزوايا يا باشا، انت بتجمع مجموع اتجاهي
وقال لك خد بالك لازم تضرب لي في الاي بيز. يا هندسه انت ما عرفتش تحلها بالتفصيل ليه؟ انا والله العظيم بزهق يا جدعان. انت بقى عندك طولة بال، طولة بال حلها على مهلك. طب احنا كده جبنا الاي فولت، خد بالك احنا جبنا الاي اي اهو، الاي اي 1 خليك فاكر الرقم ده، والاي اي 2 والاي اي 0، وبعدين جبنا الفولتات. لما يكون بقى عايز الكرنت كونتريبيوشن فروم جنريتور وموتور هعمل ايه؟ هروح على كل شكل فيه، ما اروح على البوست في سيكونس دايجرام بالبوست في سيكونس كرنت، واجيب الاي جنريتور 1 واجيب الاي موتور 1 سيركتس عادي، وهي هي الدايره، ما احنا كنا بنقول كرنت ديفايدر احنا عملناها اصلا. وبعد كده اروح على الدايره بتاعت النيجاتيف سيكونس دايجرام بالقيمه دي، واجيب الاي جنريتور 2 والاي موتور 2 بالكرنت ديفايدر زي ما عملنا عادي خالص. وبعدين اروح على الزيرو سيكونس دايجرام بالاي اي 0، واجيب الاي جنريتور 0 اللي هو كان بصفر لو تفتكروا، كده كده هيطلع بصفر لان الدايره كانت معزوله، واجيب الاي موتور 0 اللي هو هيطلع بنفس الرقم ده، وبعدين اجي اطبق السيمتريكال كومبوننت للموتور والجنريتور واضرب في الاي بيز نفس الخطوات اهو. الكونتريبيوشن اهو عاملها لك يا عم اهو. الاي موتور 1 بيساوي ايه؟ الاي اي 1 اللي انت حسبته كمان جي 4 وشويه، المقاومه البعيده البرانش الكبير ده على مجموع الاثنين. الاي جنريتور 1 هو هو نفس الاي لاين بيساوي طرح الاثنين طبعا. كده جبنا 1 و1 للموتور والجنريتور البوست في سيكونس. نروح للنيجاتيف سيكونس اهو، راح للنيجاتيف سيكونس احسب الاي موتور 2 كرنت ديفايدر، ما هي هي اصلا شكل الدايره، انت بس محتاج تتعود بس، بس ده طبعا كانت قيمه مختلفه يعني، والارقام كانت مختلفه بس هي نفس البرانش يعني، هي نفس الاقصد الكرنت ديفايدر هي نفس الكونسبت في الدايرتين، ما تبص في سيكونس زي نيجاتيف سيكونس. وبعدين الاي جنريتور 2 اهو، سيبك من دي، دي بتاعت الشيفت، سيبك من الخطوه دي، دي بتاعت الشيفت، دي مش عليكو، دي بتاعت الشيفت، معلش انا اسف نسيت امسحها، لكن طبعا في ناس لو بتاخدها هيطبقها. طيب والفورمولا الزيرو سيكونس دايجرام فاكر؟ اه كان الاي جنريتور زيرو كان بزيرو، احنا فاكرين الشكل ازاي كان عامل ازاي، المفروض نرجع للشكل يعني، بس انت بقى دلوقتي متخيل معايا وانت كاتب ورقه وقلم معايا. والاي موتور زيرو كان هو هو الاي اي زيرو فاكرين. روح بقى اعمل لي سيمتريكال كومبوننت للموتور والجنريتور واللاين لو كان عايزه يعني، انا بس نعملها بالزياده، زيرو سيكونس بوست اوف سيكونس نيجاتيف سيكونس، زيرو سيكونس بوست اوف سيكونس نيجاتيف سيكونس، طلع القيم اضرب في الاي بيز. شكرا ماشي، هنعمل نفس القصه على اللاين تو لاين فولت، وهتعمل ايه يعني، ما هي هي بقى خلاص، اشتغل انت مع نفسك بقى، حلها انت حلها انت. في افكرك بس اللاين تو لاين فولت ما كانش فيه زيرو سيكونس، يعني لو كانت المساله دي جايه لي لاين تو لاين فولت بس ما كنتش هرسم ولا هحسب ولا اي حاجه في الزيرو سيكونس، انا يا صاحي مش هرسمه خالص، وعارف ان الاي اي 1 بيساوي ماينس الاي اي 2 بيساوي الفي اف اللي هو طولي على زد 7 ان 1 وزد 7 ان 2 وزد اف مش 3 زد اف، خد بالك من الكلام ده عشان ما تلخبطش الدنيا. وشكرا على كده، الاي اي 1 والاي اي 2 والاي اي 0 بصفر معروف، طبق وطلع. عايز الكونتريبيوشن نجيبه لك، هنجيب البوستيف والنيجاتيف للموتور والجنريتور، كده كده الزيرو اصلا بصفر كله على بعض اهو، كونتريبيوشن اهو نفس الكلام يا جماعه، هي هي الدايره يا جماعه مفيش اي اختلاف. شكرا خلصنا خلصنا خلاص الحمد لله، اتمنى بس تكونوا فاهمين، انا عارف ان يعتبر ايه مركز كله على خطوات عشان بس الناس تبقى فاهمه الدنيا ماشيه ازاي، الارقام انت ديك بتحل انت مش هتغلب يعني، وعشان برضو الوقت احنا داخلين على ساعه اهو هنخلص امتى، فهم تلات مسائل زي بعض. طيب المسألة رقم 8، فور ذا باور سيستم شون ان فيجر 3، ادي يا عم كالكوليت ذا شورت سيركت كارنت، احسب شورت سيركت كارنت ماشي، فور ا بولتد سنجل لاين تو جراوند فولت ماشي نفس الكلام، الفولت حصل عند الباص رقم 2 عادي، سيلكت ال 50 ميجا فولت امبير 11 كيلو از ا بيز ان ذا جنريتور زون ماشي، مسألة عادية خالص، وانت في البيت انا بقول لك من دلوقتي اهو ابقى اعمل ريبيت للمساله ديت لاين تو لاين ودبل لاين تو جراوند، وهات لي الكونتريبيوشن ودلع نفسك كده، شغل نفسك شويه شغل نفسك شويه ماشي. تعال نحل، اول حاجه طبعا بتروح تختار انت البيز ميجا فولت امبير، خدنا 50 ميجا عند الجنريتور صح، وخدنا الفولت 11 كيلو عند الجنريتور، طبعا هنا في كام زون، هما ثلاثه، ادي زون اهو وادي زون من هنا لهنا وادي الزون الثالث، طبعا هنا بالنسبه للفولتات هنا قال لك 11 كيلو، يبقى هنا 220 كيلو يبقى هنا 11 كيلو، واضحه شرحه نفسها،
شغل مخك بقى عشان المسألة ما تطولش معاك. طيب ايه تاني؟ لو لاحظت هنا بالنسبة للجنريتور 50 ميجا و11 كيلو، فكل القيم دي تفضل زي ما هي. الاكس دبل داش اللي هي الاكس 1 والاكس 2 اللي هي كده كده تفضل 2 من 10، 2 من 10 باليونت، وده تفضل 500 باليونت، وده هوت ستار جراوند ده، عارفين الكونكشن. بالنسبة للترانسفورمر برضو مش هيتغير، الترانسفورمر مش هيتغير، هو هو، لان 50 ميجا برضو. طيب الترانسميشن لاين برضو مش هيتغير، لان هو يعني نفس الكلام، هو اصلا هتقول لك بريونت، يعني هتقول لك الاكس 1 والاكس 2 بريونت، فهي البيزز الجديده زي القديمه هي هي. لا الجنريتور الترانسفورمر ده والجنريتور ده هيختلفوا، لان هنا 30 ميجا، فهنا في اختلاف اهو، يعني ظبط حالك اهو. هو لك فور ترانسفورمر تو على طول، راح حسب الاكس نيو اهو، الاكس نيو اهو، هنا كان في اكس ان كمان، هو طبعا الاكس ديت عباره عن اكس 1 واكس 2 اكس 0 هي هي، والاكس ان جيفن اهي، فراح حسبه. والجنريتور 2 راح حسب الاكس 1 والاكس 2 والاكس 0 والاكس ان برضو اهي، وقال لك الباقي كما هو. فانت تشغل مخك علشان تنجز في المساله، مساله طويله، وبعدين روح ارسم بقى ايدك معايا البوست اوف سيكونس دايجرام، ادي الجنريتور وادي وادي الايه، كان في ايه عندي، كان ترانسفورمر اكيد، ها كان ترانسفورمر اكيد، جنريتور ترانسفورمر ماشي، ادي الجنريتور وادي الترانسفورمر وادي التول ترانسميشن لاين وادي الترانسفورمر وادي الموتور. النيجاتيف سيكونس دايجرام هو هو نفس الشكل يعني، واشيل الاي ام اف واشوف القيم دي اذا كانت هي هي ولا هي معظمها هي هي، حتى هي لو لاحظت لا هي هي ما اتغيرتش، يعني ده هو ده، يعني اللي هتشتغله هنا هتشتغله هنا، ما شغل مخك. طب الزيرو سيكونس دايجرام يلا نعملهم. بالنسبه ده كان الجنريتور، وكان هنا سوليد ليتو جراوند. الترانسفورمر انا اقول لك واضح ان هو كان دلتا ستار جراوند، انا كده فهمته اظن، دي جايه معاك سكه بقى، وادي الاثنين ترانسميشن لاين. بالنسبه ده كان ترانسفورمر تاني، اقول لك ان دي هنا كانت جراوند ثرو 3 اكس ان، وهنا كانت ايه دلتا باينه، وادي الموتور اهو، وكانت فينا 3 اكس ان، تيجي معاك سكه على طول تبقى اسرع. الفولت حصل فين يا جدعان؟ الفولت حصل خلي بالك عند الباص رقم 2، بص الباص رقم 2 فين اهو، الباص رقم 2 اهو، الباص رقم 2 اهو. طيب بص كده الاكس 7 ان 1 لو الفولت حصل هنا، طبعا كده كده دول اتنين باريل، واللي يطلع منهم سيريس مع دول، احسبها لك؟ لا مش هعرف احسبها. الاثنين دول باريل، اللي يطلع منهم سيريس مع ده سيريس مع ده، البرانش ده كله باريل مع البرانش ده، شكرا. طب والاكس 2 الاكس 7 ان 2 او الزد 7 ان 2 هي هي يا عم الحاج، هي هي اصلا نفس الطريقه ونفس الارقام، ما الارقام ما اتغيرتش، شغل مخك. طيب بالنسبه للاكس 7 ان 2 0 هنا، الاثنين دول باريل، واللي يطلع منهم سيريس مع ده ادي برانش، واللي هيطلع ده كله باريل مع البرانش ده. طب ويا عم ده بره، ما اوبن سيركت، وده اوبن سيركت خلاص. وهنا المساله دي خد بالك، هنا من بدري كده مفيش كونتريبيوشن لا من هنا ولا من هنا في الزيرو سيكونس، يعني مفيش كونتريبيوشن لا من الموتور ولا الجنريتور في حاله الزيرو سيكونس كارنت. والله العظيم انت لو فهمت هتلاقي الموضوع بص في منتهى السهوله. بص راح جاي لك ايه، فور سنجل لاين تو جراوند فولت، احنا هنقصر على طول. ايه ده، هو جابها ازاي دي؟ هنا بقى معلش، انا هنا في واضح ان في صفحه نقصت، راحت اللي هي حساب ايه، حساب الاكس 7، بس هي سهله. قال لك فور سنجل لاين تو جراوند فولت، احنا حافظين على طول ان هم الثلاثه متساويين عشان هم سيريز. الفيبري فولت حسبناه بواحد، ما قالش حاجه، مقسوم على جي، دي الزد 7 ان 1 روح احسبها، الزد 7 ان 1 هيطلع لك بكده، ضربها في 2 لان الزد 7 ان 1 هي هي نفسها الزد 7 ان 2، مش حوار يعني، الزد 7 ان 1 هي زي نفسها الزد 7 ان 2. طب ودي الزد 7 ان 0 ودي الزد اف ب 0، ماشي اختراع، طلع الرقم ده، طلع الرقم ده ماينس جي كذا، يبقى الاي فولت بيساوي الاي اي بيساوي اي واحد فيهم في 3، اي واحد فيهم في 3، يعني اخد الرقم ده اضربه في 3 اهو يطلع الرقم ده، وضربه كمان في الاي بيز، ريح نفسك خلص انجز، طلع الرقم ده. انا حليتها هنا باختصار برضو، كويس انها جت باختصار قوي كده، ليه؟ عشان يبقى لك الموضوع مش صعب. بص المساله هنا كانت يبدو ان هي مريبه يعني وتقيله وصعب، لكن انت في الحقيقه انت عملت كده، بص اهي المساله اهي، ده كل البريونت اللي انت عملته، دول الثلاث اشكال اللي انت عملته، وممكن احسب لك هنا الزد 7 اكتبها على جنب، مش حوار يعني، الزد 7 هنا وادي المعادله، خلصت المساله. فانت لو عارف السيكونس بتاع المساله ازاي هتلاقي الموضوع في منتهى السهوله، اوكي. ويبقى احنا كده يا جماعه خلصنا ايه
الشورت سيركت او الانسيمتريكال شورت سيركت كالكوليشن. اتمنى يا رب يكون الكلام ده واضح ويكون سهل. وانتوا عارفين دايما بقعد اقول ايه، بعتذر لو كنت سابق بخطوه او حاجه، يعني ان انتوا شايفين الموضوع صعب عشان بس ايه انتوا مش قدامي، ولو كنت برضه عمال اكرر في الكلام عشان برضه اتاكد انتوا فاهمين. فالمهم ان يا رب تكونوا فاهمين والدنيا تمام. كده احنا عملنا الانسيمتريكال شورت سيركت بالجنرال كيس، يعني احنا خدنا سيكشنين، وضحنا السيمتريكال كومبوننت وازاي برسم البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو سيكونس دايجرام، وبعد كده وضحنا الشورت سيركت كالكوليشنز في الثلاث انواع والفروق بينهم. فاحنا كده خدنا الجنرال كيس. المره الجايه بقى هنعمل ايه؟ هناخد الريفرنس اللي الدكتور شغال منه برضو، ناخد منه المسائل اللي هي السبيشال كيس، هنطبق نفس الكلام. فاكرين لما عملناه في السيمتريكال هو هو، بس برضو بدل ما انت عندك شكل واحد ثلاث اشكال، وكل الحكايه ان المساله تبقى زون واحد. فاكرين انتوا الفرق؟ لو انت فاكر الفرق والدنيا معاك تمام هتلاقي الدنيا تمام. هندسه انا مش فاهم منك حاجه، معلش. ما انت لازم برضو تكون ايه، يعني ذاكرت كويس. يعني انت احنا خلاص احنا استنى عدينا شويه افكار كتير، فانت لازم تكون مذاكر اللي فات ده كويس عشان تبقى قاطع. مش هقعد كل ما اقول كلمه اقعد افسرها لك بساعه، مش هنخلص كده. اوكي، فالمفروض ان انت ايه قاطع معايا انا بقول ايه، وهتلاقي الدنيا سهله وجميله. اوكي، شكرا جزيلا لكم.